22 ألف ميجاوات منتجة من الطاقات المتجددة، هدف سطره البرنامج الوطني للطاقات المتجددة لبلوغه في آفاق 2030. 7 سنوات مرت على انطلاق المشروع مع تسجيل تأخر في التجسيد. كان بعض من التأخر في تطوير البرنامج تاع الطاقات المتجددة، لأن في الحق انطلق هذا في سنة 2011، ولحد الآن لو نلاحظوا ما كانش يعني نتائج اللي نقدروا نقولوا على حساب الطموح تاع البلاد. التسريع من تفعيل البرنامج والعمل على توسيع استعمال التكنولوجيات لإنتاج الطاقة النظيفة هو ما يقترحه الخبراء في الجزائر للتمكن من الاستفادة من احتياطي الطاقة الكبير الذي تتمتع به البلاد. جهود جميع القطاعات، الباحثين، الاقتصاديين، الصناعيين، الخبراء، من أجل تجسيد هذا البرنامج وتسريع تجسيده، يعني تسريع وتيرة الإنجاز، لأننا 2030 يعني هو ماهوش يعني مدى بعيد، ولهذا بعدما خرجنا من هذاك المرحلة التجريبية ومرحلة إنجاز 22 محطة، الآن لابد على كذلك أننا نفتح هذا السوق، سوق الطاقات المتجددة للخواص، للشركات العمومية، للمواطن، للمواطن لملا، لأن المواطن يقدر هو كذلك يساهم في تسييد البرنامج عبر تركيب الألواح الشمسية في الأسطح في عدة تطبيقات. استغلال الإمكانات والموارد الطاقوية التي تحوز عليها الجزائر يضمن الأمن الطاقوي والغذائي عبر تطوير الطاقات المتجددة وضمان أحسن استغلال لها.